جدا جدا ببعثه النادي الاهلي. وليد سليمان فايلر اهو زي ما قلت لحضراتكم كان بيجري مع اللاعبين يعني، وانفرد شويه برمضان صبحي. يعني البعض وصل في الكلام او في التصريحات ان من الممكن ان يكون رمضان صبحي بيتحايل على فايلر علشان يلعب. هو يا جماعه في النادي الاهلي بالمناسبه مفيش الكلام ده، هو ممكن يقول له انا طبعا عايز العب وكذا وكذا وكذا، ولكن في النهايه المدير الفني هو من يقرر مين يلعب ومين ما يلعبش على حسب احتياجاته هو كمدير فني، وعلى حسب الخطه اللي هيلعب بيها. هل هيلعب رمضان صبحي؟ هل هيلعب كهربا؟ هل هيلعب اجاييه؟ هل هيلعب اليو بادجي؟ محدش عارف، ومحدش هيعرف غير يوم المباراه قبل المباراه في الموعد الرسمي لإعلان التشكيل الرسمي لنادي الأهلي في هذه المباراة. فرض أيضا